جميل الاحتفالات بيوم الطفل وهي راح تكون مستمرة بلا شك. علي راح أرجع وأسألك سؤال اللي أوفن رجع للسؤال اللي سألتني. نعم. أنت الفن موهبة وراثة؟ أنت قلت طبعا شيء مرتبط ببعضه. أحيانا تكون في موهبة صغيرة مثلا وهي وراثة. صح. وتسقل مثلا بالممارسة وبالتدريبات. صح. وإلى آخره. لكن أكيد أنا أتوقع أن في بجزء كبير هي وراثة. صحيح. قبل يومين طلعت حفيدة أم كلثوم في برنامج عرب جوت تالنت, شفته؟ صحيح. وطبعا وسائل اشتهرت بشكل كبير, وسائل الإعلام تناقلت هذا الموضوع. أكيد احنا اليوم طبعا عندنا في الاستوديو هني نفس الحالة. نعم. من يعني عائلة فنية كبيرة جدا. صحيح, صحيح. ما بنشوق المشوق المشاهدين أكثر وما بنشوقهم أكثر. أكيد. نعرفهم على ضيفنا في الاستوديو الأستاذ طارق الأبياري. الأبياري. نعم. الأبياري ممثل ومؤلف ومخرج. أهلا وسهلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء حبيبي. ده انا اللي سعيد ومتشرف. الله يطول لك عمرك. يعني ما شاء الله. اول شيء نحن بنرجع من الجد, الجد طبعا ابو سعود الابياري رحمه الله, الى الاب الاستاذ الكبير احمد الابياري, والان امامنا الاستاذ طارق الابياري. شو القصه يا باشا؟ ربنا يبارك انت الاستاذ والله. والله بص, هو الموضوع بتبقى يعني انا من وانا صغير اتربيت في المسرح. نعم. ف يعني من وانا طفل زمان مولود على خشبه مسرح, يعني على طول اروح المسرح مع والدي. فالناس بتضحك قوي والناس مبسوطه وشايف كواليس وممثلين, وبعد كده اجي اتفرج على فيلم في التلفزيون فكل ما فيلم يعجبني يقول لي ده جدك اللي كاتبه. جدك اللي كاتبه ما شاء الله. بتحس ان هو يعني اللي هو ايه اني انا خلاص انا باش عليك. لا لا خالص. لا بتبقى انت مبسوط ان الناس دي ربنا جعلها سبب لاسعاد اخرين. صحيح. هو ده سر حبي للمهنه. صحيح. ان بشوف الناس داخله المسرح ازاي في الاول وهم خارجين بعد ما ضحكوا وانبسطوا بيبقى الحاله طالعه ازاي وهم خارجين. فحبيت قوي حته ان انا ربنا يجعلني سبب اجتهد فاللي قدامي يضحك او ينبسط. الله. فمن هنا جاء حب الحكايه. جبت اضافه جديده للعائله اللي هي الاخراج والتمثيل. هم عندنا كلهم مؤلفين. شو الجديد اللي سويته؟ يعني الجيل اللي قبلينا كلهم مؤلفين. تدري اوبشن ما شاء الله. طلع برا. ها مش جديد. ها مواصفات جديده. 19 موديلات جديده. فبس فالجيل الجديد بقى انا بمثل وبألف وبخرج عصبنا قلت انا وابن عمي عمر برضو. يعني بتبقى الفكره ان انا بحب انور وجدي قوي الله يرحمه. نعم. استاذ انور وجدي. وبحب شارلي شابلن قوي. انا بحب التركيبه دي, بحب الممثل اللي بيألف وبيخرج, لان انا اتعلمت التأليف في مدرسه كبيره اللي هي مدرسه جدي ووالدي وعمامي. والتمثيل الحمد لله بدات مع العملاق الاستاذ كبير الاستاذ سمير غانم. نعم. كان اول مسرحيه عملتها معاه وانا عندي 7 سنين, كنت لابس شورت كده صغير واتلمست على ايد استاذ سمير لمده 13 سنه. ما شاء الله. ودرست اخراج بقى في الجامعه الامريكيه في القاهره مسرح وسينما, وبعد كده عملت دراسات عليا في معهد سينما وبعمل ماجستير دلوقتي ان شاء الله في الاخراج. بس ايضا ما شاء الله في حد من عمامك في المجال؟ عمامي الاثنين كانوا مؤلفين. عملوا مسرحيات زي الجوكر بتاعت استاذ محمد صبحي, عشر المجانين. استاذ مزيكا بتاعت استاذ سمير. مسرح كتير يعني. انا الحين اقتنعت انها هي وراثه. هي وراثه. خلاص ايش الموهبه؟ ايش الموهبه؟ ايش الموضوع هذا كله وراثه؟ هي خليط زي ما حضرتك قلت. نعم. انا صح جواب. هي خليط. بيبقى في حب. اهم حاجه الحب, حب المهنه. ولما بتشوف كمان اللي قبلك هو بيعمل المهنه دي ازاي وبيحبها وبيدي لها قد ايه واجتهد قد ايه ورد فعل ده, اصل حب الناس ده ما لا يقدر بثمن. يعني ان انت تقابل حد فيبتسم لك او يدعي لك وهو مش عايز منك حاجه. صحيح. دي بتبقى شيء جميل قوي بصراحه. حب الناس كم يسوى. زي استاذ طارق, نحن خلينا نرجع شوي بالايام الجامعه. ايام الجامعه طبعا ما شاء الله انت سويت مشروع تخرج وفيما بعد صار هذا المشروع يعني تجاري وايضا انتشر بين الناس وتم عرضه حتى على المحطات. شو القصه؟ والله القصه ان انا من وانا صغير في المدرسه نفسي اعمل فيلم سينما روائي طويل. فجيت في الجامعه مشروع التخرج المفروض بتعمل فيلم قصير بتخرج بيه, فقلت لا انا هحاول ان انا اعمل فيلم روائي طويل. ففعلا كل جمعت مجموعه الطلبه زملاتي يعني, وكنت ربنا كرمني ساعتها كنت انا مؤسس نادي المسرح والسينما في الجامعه الامريكيه. ما شاء الله. فكان اوريدي عندنا في مجموعه اخذت كورسات وفهمه وكده مع الناس بتوع الاقسام. وبدانا نعمل مشروع التخرج ده وعرضناه في الجامعه. فلما عرضناه جم ناس اتفرجوا عليه فانبسطوا بيه وقالوا احنا الفيلم ده ممكن نكبره ويتعمل ينزل سينما وكده ويتعرض في التلفزيون. فطبعا بالنسبه لي كواحد طالب في الجامعه
ان انت مشروع تخرجك ينزل سينما ودي حاجه كبيره قوي. فالحمد لله الحمد لله تعلمت منه واستفدت يعني. الله يوفق. بس في مسرحيه حلوه، مسرحيه رسمي فهمي نظمي. نظمي ايوه زين، كنت بطل فيها انت بطل من احد ابطالها. زين خلينا نشوف الفيديو عقب نرجع لك. يلا بينا يلا بينا. بسم الله. انا عايز اقول لحضرتك ان المفروض احنا اللي نزعل من سعادتك. ليه يا اخويا؟ لان طبق الطحينه اللي اتدلع على جاكيته سعادتك ثمنه 15 جنيه. يعني طبق الطحينه اغلى من جاكيتتك. بشرفك طبق الطحينه ب 15 جنيه. ايوه يا فندم، اتفضل المنيو عندك اتاكد بنفسك. من فضلك عايزين فوطه بس نمسك. بتر وائل افندم، ايه اغلى حاجه عندك؟ حضرتك انا عندي ركن الفراخ ب 200 جنيه. ايوه. ركن اللحوم ب 400 جنيه. كويس. ركن الاسماك ب 600 جنيه. هايل. قول لها على ركن الرجيل. عندي يا فندم طبق فيه بيضه واحده اومليت ب 20 جنيه ومعاه ملح وفلفل ببلاش. هات لها الملح وفلفل ابو بلاش. انا عايز اسال حضرتك سؤال بجد. اسال اتفضل حبيبي. حضرتك فعلا ما عندكش غير الجاكيته دي؟ ايوه ما عنديش غير الجاكيته دي بس. بس بس. طب افرض مثلا الجاكيته دي ضاعت، يعني تشتري واحده غيرها؟ لا طبعا عمري ما اشتري جاكيته تاني ابدا ابدا. طب هي ضاعت مثلا والجو برد، هتعمل ايه؟ هقعد جنب الدفايه. لا يعني الجو برد قوي قوي. هلزق في الدفايه. الجو برد قوي قوي قوي. هاحضن الدفاية. الدنيا تلجت. أمري لله، هشغل الدفاية. جميل جميل ما شاء الله عليك يا طارق. تسلم استاذ. الله يعافيك استاذ عبيد. خلينا نتكلم عن دور فهمي. ده المسرحية دي بالنسبة لي بحبها قوي، لأن دي كان برضو عملتها في الجامعة الأول قبل ما تتعمل على شكل بروفيشنال يعني. وكانت عملتها في الجامعة، وهي بتكلم عن ثلاثة أخوات توأم، كل واحد عنده عيب فوالدهم بيحاول يصلحه، أنه بيقول له عشان تورث لازم تصلح العيب. فده كان البخيل اللي فيهم، ودور البخيل ده برضو أخذ مني مجهود اللي أنا أعمله، لأن كان لما فتحنا المسرحية الدورين التانيين بيجيبوا ضحك حلو مع الناس وتمام. ده مش قوي، مع انه المفروض البخيل ده يعني بيبقى ماده كويسه للضحك، ممكن تشتغل عليها بالظبط. فقعدت اذاكر ان ازاي ايه فكره البخيل، فاكتشفت هو البخيل مش رخم، هو فكره البخيل ان هو خايف من بكره. فحرصه الشديد وقلقه هو ده اللي بيولد الضحك. علشان شيء ما شغل الدفايه بالظبط. حاطط الدفايه بآخر خالص. امري لله شغل الدفايه. جميل. المسرح العربي والمصري بشكل عام، يعني خلينا نقول من ايام مسرحيه مدرسه المشاغبين والعيال كبرت، يعني كان في قوته وزخمه في تلك الايام، وبعد ذلك ربما صار في هبوط نوعا ما ايضا. الآن هل تتوقع قوة المسرح عائدة وخذت مكانتها بالذات في مصر؟ لا عادت الحمد لله. وهي والدي على طول، يعني والدي ما شاء الله هو بعتبره يعني خبير في المسرح. هو بقى له 42 سنة مسرح، يعني طبعاً. سواء تأليف أو إنتاج. والمسرح الهادف الرائع، ربنا يبارك لك. تسلم. هو على طول بيقول إيه، يعني لما حد بيسأله السؤال ده بيقول لك إن هي لما بنيجي نرجع للتاريخ هتلاقي ان السايكل دي حصلت كذا مره، ان بيحصل يعني ازدهار قوي، وبعد كده الدنيا تهدى شويه، وبعد كده يروح جاي جيل تاني طالع مع جيل قديم وترجع تاني حركه الدور. فالحمد لله ده حصل في مصر دلوقتي بشكل قوي جدا كمان. صحيح. بكمل على سؤال اخوي علي. اتفضل. الحين في عزوف شويه من المسرح، يعني بشكل عام على المستوى الوطني العربي، كيف ممكن نرجع الشباب، فئه الشباب الى المسرح مثل الاول؟ دلوقتي ما هو اوريدي ده بدا يحصل من خلال ان هو بقى في نوعين من المسرح، يعني في مسرح اللي هو اللي بيتصور على طول التلفزيون. وده بدا يخلي ان في شريحه من الشباب تبدا تاني تعرف ان في مسرح وان احنا ممكن نروح مسرح وكده. بلس ان دلوقتي في مصر بدا ان في نجوم كبار يرجعوا تاني كتير للمسرح. صحيح. فبداوا الجيل الجديد اللي هو بيحب النجوم دولت يروح تاني المسرح، يرجع للمسرح بالظبط. فده مع ده عامل دفعه كويسه قوي في مصر. لان يمكن اضيف عليه اخوي علي، قبل زمان اول الممثلين طلعوا من المسرح طبعا، كونوا شعبيتهم من المسرح بالظبط. اما الحين لا، كونوا من الافلام او من المسلسلات، بس هتلاقيهم برضو يرجعوا للمسرح ومعظمهم طالع من المسرح. نعم معظمهم، يعني هتلاقي ان بينور في المسرح فيروحوا واخدينه. نعم.
في الحاجات. نعم صح. من المسرح نروح لطبعا تصويرك للاعمال القادمه ان شاء الله. شو عندنا جديد؟ الحمد لله ربنا كرمني مسلسل مع الزعيم عادل امام. يا سلام يا بختك. مسلسل اسمه فالنتينو. جميل. تاليف المؤلف الكبير الاستاذ ايمن بهجت قمر واخراج المخرج الكبير الاستاذ رامي امام. ان شاء الله يا رب يبقى في رمضان. والاستاذ رامي امام في اشاعات طلعت قبل فتره اخوي علي. نعم. ان تعرض كان في اشاعات طلعت ان الزعيم عادل امام تعرض لوعكه صحيه لكن هي كلها كانت اشاعات. لا الحمد لله بيصوروا دلوقتي في مصر. نرد على ان هي كانت كلها اشاعات. لا لا بيصوروا دلوقتي في مصر وانا نازل مخصوص كمان عشان اروح. جميل. انت محظوظ جدا. وتاني مره اشتغل مع الاستاذ عادل. ما شاء الله. انا قابلته مره بس وتصورت معاه محسود على الصوره هذه اللي قابلته انا. طبعا وللحين محتفظ بيها يا اخي. زعيم زعيم طبعاً. لا ولا كمان ببقى يعني عارف اللي هو ايه قاعد الناس دي زي هو استاذ سمير غانم في يعني مش عايز انسى حد. لما بتشتغل مع الناس دي بتبقى انت في كده عارف اللي هو في شريط قاعد وانت باصص له. طبعا انا بمثل قدام التاريخ التاريخ يعني التاريخ اللي هو يعني في حاجات كده عبال قاعده بتعدي انا واقف قصاده هو هذا الشخص معقوله معقوله بالظبط معقوله انا قدام الزعيم وبينادي عادي كده يقول لي تعالى يا طاطا ويهرج معايا وبتاع. وكمان هو بيحب في حاجه بيحبها يسمعها مني كل ما يشوفني. هو كان في كده افيه بيقوله في مسرحيه الزعيم اللي هو لما كان بيقول لي يندهني يقول لي بقى كنت بقول ايه. فهو كان بيقول ربنا بيكرمك اللي زيك اللي يحط لك السيخ المحمي في صرصور ودنك يطلعه من ودنك الثاني يدفره في مناخيرك يخرجه من نفوخك ملوي يعلقك على باب جزار ويروح في بيت كان ناس غشيم غبي مع ايد معهاش حديد مبريه من قدام لله في الله يروح خارب بيها نفوخك واربعه يشدوا من هنا واربعه يشدوا من هنا وكل واحد حط في رجله اربع عربيب وتجاز سبكم زلزال وبركان ورياح سوداء جميع الناس تنجم معانا انت تفضلي مدفونه تحت الارض 60 يوم يفحطوا يقول لك دي لسه صح يطلعوا بتقولي ايه وانت بتقولي هي يجوا اتوبيس سياحي فاخر عشان قمة القهر. انا من رايح لاول مره كنت مرتبك شويه فلاحظ علي الارتباك فزخني وفهم علي فهم يعني فانا لا شعوري قمت اضحك وياه الهيبه اللي قدامك راحت هو يعني يضحك ويخليك تدخل الجو. الله يحفظك. لا هو كمان من يعني هو في النظره بتاعته بتضحك صحيح يعني الزعيم اول دخله ليه ما قالش كلمه ولا على نظره حمك قام يطالع بس الناس كلها لما حتى يأشر لك ولا مره صارت كان نازل اتوقع وسط الناس زحمه وكانت في صحفيه تبى تمسكها لا كانت تبى تمسكها عشان تاخذ معها قام طالع في هاي النظره ونقعد الضحك وفصل طاحت تضحك هو روح على خمسه ليش خلاص هاي بس شفت اطالع النظره وروح انا يعني فعلا هالإنسان أسطورة ولا يكرر يعني عادل إمام هو الزعيم مثل ما ذكر أخوي عبد العزيز. المشاريع القادمة أكيد إن شاء الله بتكون أيضا مبهرة بعد هذا المشروع يا رب إن شاء الله. في إن شاء الله كلام على حاجة مسرح برضو إن شاء الله وفيلم إن شاء الله إن شاء الله سينمائي يا رب إن شاء الله بدون مطر إن شاء الله استأنسنا رائع جدا وايد استأنسنا وننتظر المسلسل إن شاء الله يا رب إن شاء الله. فالنتينو فالنتينو في رمضان بيطلع في رمضان إن شاء الله رمضان بإذن الله. سعداء جدا بتواجدك ونورت الفجيرة خليك وأهل الفجيرة ودبي ناس جمال الإمارات كلها ناس جمال وجدعان وذوق وطيبين جدا طبعا هذه بلدك الثانية يعني. وطبعا هذه مش آخر زيارة لا يا باشا لا أنا طبعًا. كمان الفجيرة يعني أنا أول مرة أجيب فجيرة أنا مش عايز أمسي بصراحة الله يطول في عمرك سعيدين جدا أول مرة وعلى طول إن شاء الله الله يحفظك. مسافر بعد شوي صح؟ ان شاء الله مسافر النهارده كمان شويه. كلمة أخيرة حاب تختم فيها اقول يا رب المسلسل ان شاء الله يعجبكم في رمضان باذن الله تعالى. وشرف كبير ليا جدا ان انا في النهارده موجود معاكم وبلدكم جميله قوي 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 وناسها طيبين قوي 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 وجدعان بشكل يعني بصراحه الواحد مش عارف يوصفه. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء. انا عندي طلب امرني انك وانت رايح مصر تسلم على اهلها. والله معزه مصر مثل معزه الامارات في قلوبنا والله. مصر هي بلد اي اماراتي مصر بلدها مش بلد الثانيه بلدها مصر جه صح والله العظيم والله والله امانه انا اقولها بدون مجامله مصر في قلب كل اماراتي فضل مصر وخير مصر على كل اماراتي هنا موجود تعرف هذا الشيء والله انتم اللي فوق راسنا وهذه وصيه الشيخ زايد ايوه طبعا مصر قبل الامارات طبعا والاستاذ الشيخ زايد ده فوق راسنا كلنا والله انا امانه يعني اباك تسلم على اهل مصر كلهم تروح ترجع لنا بالسلامه ترجع لنا بالسلامه نحن ننتظر عودتك ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله الله يطول في عمرك احنا سعيد جدا بهذا اللقاء فنان الكبير الاستاذ طارق الابياري ممثل ومؤلف ومخرج شكرا جزيلا لك على الحضور معنا اليوم تسلم الله يعطيك الصحه والعافيه شكرا جزيلا لك واكيد